فطبعا الخبراء السوفيت قالوا لا ده احنا عايزين صاروخ نفحصه ونشوف مداه ايه ومدى تدميره ايه والحاجات دي. يعني يجيبوا لي الفحص يعني. ايوه تفحصوه. ايوه فطبعا بلغوا الفريق محمد احمد صادق مع الشهيد ابراهيم الرفاعي احنا عايزين صاروخ. فطبعا الشهيد ابراهيم الرفاعي واسلام توفيق قاسم رحمه الله على الشهيد ابراهيم الرفاعي قال انا عندي السباح اللي يقدر يطلع ويجيب لكم صاروخ. مين هو؟ المرحوم عبد المنعم احمد غلوش ابن بيرما هربيه. طلعت المجموعه الشهيد ابراهيم الرفاعي، العقيد محمد علي طه ناصر قائد ثاني المجموعه 39 بعد كده. والبطل عبد المنعم غلوش. عبد المنعم غلوش قال لهم ايه؟ اركنوا انتوا وانا اللي هعبر القناه. ازاي؟ كان مقرر ان يعبرها سلاح. فطبعا التيار كان شديد فعمها بريست وربطوه في حبل في الحزام بدله الغطس وعبر على المكان المرصود، وبدل ما يجيب صاروخ جاب 3 صواريخ حطهم في كيس بلاستيك وضرب لهم الحبل راحوا مشدينه بالصاروخ. يعني هو رايح يجيب صاروخ واحد اللي مطلوب جاب 3، لقى الصواريخ معاه المقص اللي هي القصافه قطع الاسلاك بتاعه الصواريخ وراح جايب الصواريخ ديت وموصل توصيلاتها تاني وبدا يرجع. كانت الابطال الموجودين معاه بعربيه خدوه من الميه الى وزاره الحربيه او ايامها وتقابلوا مع الفريق محمد فوزي رحمه الله عليه وبلغوا السوفييت ان احنا جبنا لكم 3 صواريخ امريكاني اللي انتوا طالبينها اللي هي صنع امريكاني. قالوا ايه؟ طبعا اتجربت الصواريخ طلعت مداها 5-6 كيلو. بعدنا كل ما هو قريب من الخمسة ستة كيلو بقت الصواريخ زي الطوبة يتضرب ويضرب وتنزل ما يعملش حاجة. طبعا السوفييت إينا ذاك قالوا ايه؟ قال احنا كنا بنطلب المستحيل من المصريين اننا نطلب صاروخ. المستحيل ده انك تجيب لي صاروخ ان محدش يعبر يقدر يعبر القناه ويجيب الصاروخ. فكنا بنطلب المستحيل. تم ترقيه البطل عبد المنعم احمد غلوش من رقيب اول في العمليه دي الى مساعد، وكان اصغر مساعد في القوات البحريه ومنحه نوط الجمهوريه العسكري من الطبقه الثانيه. انا طبعا حصلت عليه برضه بس في عمليه الكمين تقديرا لاعمال البطوله والشجاعه الفائقه في جبهه القتال يوم 13/11/67 اللي هي عمليه الصواريخ ديت. طبعا خد النوت ده كان بيتصرف له 2.5 جنيه مدى الحياه زياده على على المرتب اللي احنا بناخده بدل الحياه 2.5 جنيه. طبعا في عمليه الكمين بقى كان نيجي بقى الكمين جبل مري. كمين جبل مري دي 25/8/68 25/8/68 طبعا احنا طلعنا مجموعه الصاعقه البحريه بس كان معانا من المدفعيه رحمه الله عليه البطل اللواء احمد رجاء عطيه كان برتبه رائد وكان معانا البطل اسلام وانا اعوذ بالله من كلمه انا وباقي المجموعه الصاعقه البحريه. طبعا كان بلغ الاستطلاع المصري بتاعنا بان في عربيتين يوميا بتيجي على الطريق الموازي لقناه السويس في الضفه الشرقيه الساعه 9 مساء يا من اتجاه الشمال يا من اتجاه اليمين. دول الاستطلاع يعني الاستطلاع أو... بلغنا بقى بلغ القيادة والقيادة بلغت الشهيد ابراهيم الرفاعي ان فيه بيحصل كذا. فالشهيد ابراهيم الرفاعي قال نعمل عملية ونعمل لهم كمين. طبعا احنا علشان واخدين فرق مهندسين عسكريين اعرف ارص الالغام ازاي واعرف اعمل ايه فكلفت انا وبعض الزملاء كل واحد معاه لغمين وجينا اختار مش انا اللي اخترت القائد اللي استطلع اختار منطقه تبه تكون في منحنى على اساس الدوريه وهي جايه من اليمين تلف وتهدي وترجع تمشي
قدام زي ما تكون المنصة احنا قاعدين لهم عليها او راقدين لهم عليها. طبعا كلفت انا والبطل يسر الفيل وزمايلي معظمهم رحمة الله عليهم باني نحط كل لغمين فوق بعض. انا وزمايلي اللي في الجنب اليمين رصينا 6 ألغام للعربات اللي جاية، وزمايلي اللي في اتجاه الشمال 6 ألغام فوق بعض. علما ان اللغم الواحد يدمر دبابه. من ذلك انت كده ورصينا وعملنا الاخفاء والتمويه علشان العربيات اللي جايه ما تعرفش بان في نبش او رجلين. خد ربع فرد الكاوتش وحته خيش ونظبط الامور على اساس الاثر ما يشوفوش حاجه بالله. اتضح بان العربيتين اللي جم اللي كانوا جايين عربيتين مصريين من اللي خدوهم في 67. وفيها الكشاف في اللي هو بيبقى في الشمال ده عمال يضرب شمال ويمين وبتاع. فطبعا احنا خلصنا لغمنا وطلعنا فوق ونمنا ومستنينهم بالرشاشات والبنادق والقنابل. ما كانوش يستحقوا كل الهيصه دي اللي احنا عملناها دي.